مدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي عمق العلاقات بين مصر واليونان على مدار التاريخ، مضيفا أن الإسكندرية ظلت نموذجا لحوار الحضارات عبر البحر المتوسط. شعرت أنا أستمع للكلمتين الآن وكأنني أشم رائحة التاريخ، وأشعر أننا نأتي من نفس الفصيل ونحن شديد القربة من بعضنا البعض. فالتاريخ يوضح والجغرافيا تثبت أن اليونان ومصر كانتا دائما قريبتين وكأنهما وحدة واحدة، والإسكندرية هي رمز لهذا، فهي مدينة عالمية أسسها الإسكندر الأكبر، واستمر خلفاؤه في اتباع رسالته الحضارية وبنوا المدينة كما نراها الآن. أشعر أن كل ما نقول اليوم عن العولمة وعن صدام الحضارات ينبغي خلاله أن نكون على وعي بتاريخ التواصل بين أمتين مثل اليونانيين والمصريين، ونشعر دائما أن حوار الحضارات الذي نعيده هذه الأيام كان قد تم إنشاؤه عبر البحر المتوسط منذ قرون طويلة. كما أضاف الفقي أن الإسكندرية احتضنت الكثير من الجنسيات، بينهم اليونانيون والإيطاليون والأرمن الذين عاشوا جنبا إلى جنب مع المصريين، وأكد أن اليونان طالما قدمت الدعم لمصر في العديد من المواقف. فلا يمكننا أن نتحدث عن الإسكندرية بدون الإشارة لإسهامات اليونان استكمالا للأيام العظيمة التي عاشتها. والآن أشعر أن هذه المدينة العالمية والتي تميزت بوجود اليونانيين ودول أخرى مثل الإيطاليين والأرمن واليهود لن تستعيد هويتها وصورتها إلا إذا عاد هؤلاء الناس إلينا، وهم مرحب بهم، لأن الحضارة الإنسانية لا تعرف الحواجز بين بني البشر طبقا لجنسيتهم أو أي شيء آخر. فنشعر دائما أن جميعكم مرحب بكم للعودة إلى الأيام الوردية التي حظينا بها في التاريخ في هذه المدينة العظيمة. لا أستطيع قول المزيد، ولكن علي أن أقول لكم أن بالإنابة عن رئيسنا السيد عبد الفتاح السيسي والحكومة أنهم يشعرون على الدوام مدى قربنا من اليونانيين، وأرى دائما أن التعاون بين دولتينا دائم ومستمر، ولم تحدث أي مشكلة في التاريخ المصري اليوناني، وكنتم تقدمون لنا الدعم في مناسبات معينة مثل الذي حدث في أعقاب تأميم قناة السويس